النهارده بتساعدنا ان احنا ننظم ندوه تكون في سلسله ندواتنا في بوابه اخبار اليوم، وهي ندوه لمناقشه احداث وبعض الاستفسارات اللي منكم عن مسلسل المرافعه. مسلسل المرافعه هو يعني تاليف وبطوله جزء البطولة الأستاذ تامر عبد المنعم اللي بيشرفنا النهارده. أيضا بيضم عدد من الممثلين الكبار والنجوم اللي ما قدروش يجوا معانا زي الفنانة دينا، الفنانة دولي شاهين، والأستاذ فاروق الشاوي، والأستاذ محسن محي الدين، والأستاذ باسم يعقوب. في هذا اللقاء إن شاء الله احنا يعني بيسعدنا وشرفنا حضور الأستاذ تامر يعني لهذه الندوة مع الأستاذ شادي شامل، وهو نجم يعني شامل فعلا، رأيناه في مسلسل أو أنا تابعته وحبيته في مسلسل العندليب، ودايما يعني يبدعنا دايما بطلته، وإن كان يعني شكله تغير وهيئته تغيرت ما بقاش يلائم عبد الحليم حافظ خلاص، لكن أكيد في أدوار مهمة بتناسبه وبتلاقبه. الأستاذ عماد زيادة على اليسار أيضا له يعني مشاركات وإبداعات في مسلسلات ومسرحيات كبيرة، نتمنى دايما نواصل لأنه بيتمتع بحب الناس ويعني وسامته ولطفه وضحكته بتقربه لقلوب الناس. عندنا الأستاذ عمر حسن يوسف وهو يعني نجم شاب لكنه يعني من بيت فن عظيم، يعني والده يعني ياما امتعنا وهو شاب وهو كبير ايضا باعمال كبيره. اما مسك الختان بقى وجميله المنصه وهي طبعا الفنانه الشابه نجيب محمد، هذه النجمه اللي يعني في بداية مشوارها الفني على ما أعتقد، لكن أمامها مستقبل جميل ويعني على طريق سندريلا الشاشة، نتمنى لها كل التوفيق والنجاح. بيسعدنا طبعا إن احنا نرحب بكل هؤلاء الضيوف، ونبدأ بالأستاذ تامر اللي بيحكي لنا يعني كل التساؤلات اللي أثيرت حول المسلسل ويعني كيف فكر في كتابته وماذا تأثير القضية التي شغلت الرأي العام على هذا الموضوع، وإذا كانت له ملاحظات على يعني فريق العمل اللي اشتغل معاه وعلى أسلوب تسويقه في المحطات المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا عايز أعتذر للجميع عن تأخري، بعد 12:30 وانا جيت متاخر نظرا لظروف الحضور الصعبه، وانا كنت على الهواء في راديو 99. تاني حاجه عايز اشكر الاستاذ خالد واشكر هذا الدار العريق اللي حتوينا النهارده، والندوه في لها مذاق خاص، واشكر طبعا كافه الحضور وزملائي الموجودين معايا على المنصه. رائحه السفات كانت في المكان او تحواها كده، حسيته من كلام الاستاذ ان مش عارفين نغير وجهه النظر ان احنا مش بنتكلم عن قضيه رب الاعمال هشام طلعت مصطفى والراحله سوزان تامر. قالوا ان هشام هو اللي مولني علشان اقوم بطبيعه وشه، انا مش عارف انا مغير وشه في ايه الحقيقه، ده الراجل كل ما بيشوف واحده بيتجوزها على طول، او ان انا تلقيت تمويل من بعض رموز النظام العهد البائس من اجل طبيب وجهه، وحاجات قريتها الحقيقه مضحكه جدا، مش عارف ايه السبب ورا ده يعني. الموضوع باختصار شديد علشان ما اطولش على حضراتكم، عن رب الاعمال في الحزب الحاكم اتهم بجريمه قتل مطربه مقبوره او مطربه مشهوره، بلاش نقول هنا غير مربط الفرس، يعني هنا الناس ربطت على طول ما بين هشام طلعت مصطفى
وما بين جمال رأفت الوطن، بنلاحظ كده من نفس التعيين جمال رأفت الوطن وشاهد طلعت على الصف. وطبعا زميلي اللي مش موجود معانا النهارده الاستاذ وائل الابراشي، كل عمل الواجب معانا بزياده، لدرجه انه قال الاخ السكري استاذ اشرف اعتقد، قال له استاذ اشرف يعني لو ثبت ان تامر بيع من دوره طول هتقضيه، يعني هتعمل له قضيه وهتسجنه، مش يعني هو كان بيحرضه عليا. انا من وجهه نظري وانا المؤلف يعني بتاع العمل، انا ممكن اقول الى حد ما تاثرت بحادثه لو ما تاثرتش فيها ما تعرفش دراما. يعني ايه راجل من عيله القوم كده وفوق في الحزب وقريب من الرئيس وقريب، وسمعنا ان والدته على علاقه بقرينه الرئيس الاسبق وعنده مشروعات ضخمه وعنده فجاه يترمي في كره او في القفص وياخد اعدام، وبعد الاعدام يتثبت عليه الحكم. بنرحب بالفنانه نيفين محمد معانا في اخبار اليوم. ميرسي، اهلا بيكي. الف مبروك على دورك في مسلسل المرافعه، وعايزينك تكلمينا عنه. الله يبارك فيكي. ميرسي. الحمد لله كان حظي حلو جدا السنه دي ان انا كنت واحده من الممثلات اللي موجودين في واحد من اكبر المسلسلات الحمد لله اللي كانت موجوده في رمضان 2014. طبعا ده شرف ليا ان انا اتعاملت مع كل واحد موجود في المسلسل ده. عرفينا بقى على شخصيتك اكتر اللي انت قدمتيها من خلال مسلسل المرافعه. هي شخصية دينا، بنت عندها 23 سنة، بنت أستاذ محسن محي الدين. يعني هو راجل شديد شوية، متدين، فبيجبرها على أنها تلبس الحجاب، فهي بتلبس حجاب وهي مجبرة، بس هي مش مقتنعة تماما يعني. فبعد كده بتلاقيه ان هو بيتجوز وبيتحول، وصورته قدامها بتتهز ان مش ده اللي كانت، يعني مش دي الصورة اللي هي كانت فاهماها عنه، ان هو رجل دين ومتدين ويعني. فبعد كده بتتمرد عليه وبتقلع الحجاب وبتعيش هي حياتها، بتقرر تعيش لنفسها خلاص، وبترتبط بأشرف اللي هو أستاذ تامر عبد المنعم، وبتقف بقى قدام باباها يعني خلاص، بتبقى واحدة تانية يعني. اللي جذبني في الشخصية طبعا أستاذ تامر عبد المنعم، كان هو المختار للدور من 3 سنين. طبعا هو اختاره بس أنا حبيت أقرأ الورق تاني طبعا، فلقيت إن هو اختياره جيد وسليم. فالشخصية شدتني لأن هي الحدوته بتاعت مروان شغاله من اول مسلسل لغايه اخره، فانا ده كان اكيد. كلمنا بقى عن شخصيتك. شخصيتي انا ولا شخصيه المسلسل؟ شخصيه مسلسل مروان هو شاب ابن جمال ابو الوفا، الراجل الغني الثري، رجل اعمال معروف. الشاب هو صاحب قناه فضائيه وحصل له نزوه مع بنت يعني مش محترمه مش مظبوطه، هو يعني صار عليها وضربها ونعرف عنها حاجات مش تمام. بعد كده عمي اللي هو الإخوان راح عارف البنت دي واتجوزها، عارف برضو عنها حاجات. فبقولك الحدوتة شغالة طول فهي شخصية محورية، وهو الولد طالع متدلع ومش متدلع في نفسه. أنا دوري في مسلسل المرافعة هو دور زكريا. زكريا ده هو دور شرير، لان هو بيحيك مؤامرات ضد بطل العمل اللي هو جمال ابو الوفا اللي بيعمله الفنان باسم ياخور، وده طبعا باعاز من الشخصيه القطريه اللي هي ليها مشاريع كبيره هنا في مصر. الراجل زكريا ده بأصابع الاتهام طول الوقت حواليه في المسلسل في جرائم القتل وفي انه هو ايه، لكن هو ما بيبانش عليه في المسلسل الكلام ده. هو انت شايفاه في المسلسل شخص بيجري ورا مصلحته، اول ما احس ان المصلحه تضيع ينخ على طول، هو يعني مع سمو الشيخ حضرتك وسموك لغايه ما المصلحه تعدي، لان هو راجل بتاع كل